خطيرة. والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب السوري هذه المرة عن طريق اللاعب طه دياب. طه دياب يسجل لسوريا بالدقيقة 87 أو 85 من عمر المباراة. إذا طه دياب، شوف شوف شوف، وعلى يمين الحارس وسوء تغطية دفاعية، وبالتالي هدف أول لسوريا. وإذا ما فازت سوريا راح يكون الفوز الثاني بتاريخ المنتخب السوري. لكن هي النتيجة ما تلنا بهذا اللقاء، لقاء ودي، لقاء استعدادي. المهم الرسمي، اللقاءات الرسمية، المهم أمم آسيا.